إن دعم الجزائر الثابت لأفرا سواء من حيث الإدارة أو الخبرة أو التكوين أو توفير البنية التحتية الوطنية ذات الصلة تعتبره الوكالة الدولية للطاقة الذرية أمراً قيماً وأساسياً. فبلادنا يشارك بشكل مكثف في البرامج الإقليمية للبرنامج الإقليمي الإفريقي في إطار الأفرا، ويساهم في العديد من المجالات لتوفير الخبرة للدول الأخرى في القارة. على هذا النحو تحوز الجزائر حالياً على 5 مراكز إقليمية معينة من أفرا تعمل في مجالات التكوين في الحماية من الإشعاع، معايرة قياس الجرعات، التكوين في الطب النووي، الأمن الغذائي، التكوين في استخدام وصيانة الأجهزة النووية. أيتها السيدات، أيها السادة، لقد أوضحت الأزمات التي مر بها العالم السنوات الأخيرة أن الوقت قد حان للعمل من أجل ظهور أوجه تآزر بين بلدان المنطقة لدعم وتعزيز التعاون في مجالات استخدام العلوم والتكنولوجيا النووية لأغراض سلمية من أجل تنمية اجتماعية واقتصادية مستدامة للمنطقة. وأود في هذا الصدد أن أغتنم هذه السانحة لأكرر من خلال هذا المنبر دعوة الجزائر البلدان الإفريقية الشقيقة التي لم تفعل ذلك بعد للانضمام إلى اتفاق أفرا المعدل، سعياً لتوسيع مكوناته ونطاق برامج التعاون الأقليمي بشكل أكبر.